توافد جماعة القديس لورينزو رويز بفرح واعتزاز في 19 من أيلول على دير راتسبون في القدس الذي تديره رهبنة الساليزيان للاحتفال بعيد القديس الشهيد لورينزو رويز، وهو أول قديس فلبيني، وبمناسبة الذكرى السنوية 27 لإنشاء الجماعة. I'm happy to be with the Filipino community here in Israel as we celebrate the feast of our first patron saint, Saint Lorenzo Ruiz de Manila, as he gave his life completely to the Lord. And this inspired me as well to share in full joy my life to the Lord. ولد لورينزو رويز في مانيلا عام 1594، خدم كفتى مذبح، تزوج ورزق بثلاثة أولاد وقام بأعمال التبشير. استشهد في اليابان عام 1637، ورغم تعرضه للعديد من أساليب التعذيب رفض التخلي عن المسيحية بقوله: أنا كاثوليكي وأقبل الموت من أجل الله من صميم قلبي، لو كانت لي 1000 حياة سأظل أقدمها كلها لله. عام 1987 أعلن البابا يوحنا بولس الثاني قداسته. The spirituality of the saint is simplicity of life, and his spirituality is loving or embracing our faith in the midst of death. San Lorenzo Ruiz image he is bringing with the Bible and the Rosary, because San Lorenzo Ruiz is a catechist, a simple catechist from Manila. ترأس القداس الاحتفالي الذي أقيم في ساحة الدير القاصد الرسول الجديد في القدس وفلسطين والسفير البابوي في إسرائيل وقبرص المونسنيور أدولفو تيتو إيلانا، بمعاونة لفيف من الكهنة وحضور حشد من جماعة القديس لورينزو الفلبينية، ومعظمهم من العمال الأجانب. Well, the Filipino community here in Jerusalem, most of them are caregivers working here in Jerusalem and nearby places. We create community to have our spiritual support, and every Sunday we gather together to celebrate the Holy Eucharist of the Mass here in Ratisbon Monastery, and most it's like a family. أنا مسرورة جدا ويسعدني الاحتفال بالذكرى السنوية 27 لإنشاء جماعة القديس لورينزو رويز، ويسعدني كذلك أن أحضر أول قداس فلبيني للقاصد الرسولي هنا في الأرض المقدسة. القاصد الرسول الجديد هو أيضا من أصل فلبيني، وقد دعا في عظته الحاضرين إلى عيش إيمانهم بثبات وتواضع مهما كانت التحديات، تماما مثل القديس لورينزو رويز. واقتبس قول البابا يوحنا بولس الثاني في مناسبة تطويب القديس بقوله: إن المعنى الكامل لهذا التطويب هو تحريك المسيحيين في الشرق الأقصى ونشر كلمة الرب. وأضاف القاصد الرسولي أنه بغض النظر عن أصل المرء أو دولته المتواضعة، يمكن للمسيح المعمد أن يصل إلى مرتفعات القداسة أو الكمال تلبية لدعوة المسيح: كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي كامل. وفي ختام القداس، وبعد أن منح بركته للمحتفلين، توجه القاصد الرسول إليهم بشكل شخصي معربا عن فخره واعتزازه بهم قائلا: إن الفلبينيين الكاثوليك يعلنون إيمانهم ويجاهرون به أينما وجدوا في شتى بقاع الأرض. وبعد التقاط الصور التذكارية مع القاصد الرسول، تناول المحتفلون التضييفات بجو من الفرح والتآخي.